كابتن خالد، وانت من شويه بتقول لي الحمد لله الاجواء هادئه داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي والعمل دلوقتي في هدوء، لكن على مستوى التصريحات الفتره السابقه ما كانتش على مستوى الهدوء. شفنا تصريحات قويه شويه من الكابتن هشام حنفي، كابتن محمد عماره، ووجهوا انتقادات قويه للكابتن خالد بيبو يعني بعد رحيل نجليهما. يعني لا بص، انا لما بتكلم على الاجواء هاديه بتكلم على صميم شغلي، صميم العمل. انا بره شغل ما مش مركز، يعني انا مش مهتم قوي بموضوع السوشيال ميديا، مش مهتم قوي، مش بطنش يعني. يعني انا مش حابب السوشيال ميديا، يعني انا مش حريف فيها قوي يعني، فده ما مش بركز فيها. طب ايه الحكايه؟ احكي لنا انت. لا ما انا بقول لك، انا طبعا بعذر كل واحد كل اب في الدنيا، هو طبعا بيبقى زعلان عشان خاطر ابنه، بيبقى شايف ان هو محتاج ان هو يبقى موجود في النادي الاهلي، محتاج ان هو يصور على عشان خاطر ابنه، يزعل عشان خاطر ابنه. انا على فكره كل الكلام ده مش مشكله بالنسبه لي، انما لما بروح في حتت يعني كلام مش تجريح، والكلام اتقال بشكل لا يليق بابناء النادي الاهلي او بابناء الرياضه المصريه، انما ما ينفعش ان هو يتقال، وما ينفعش ان انا ارد عليه يعني. فكل واحد وليه احترامه، وانا بحترم الناس، وما اقدرش ان انا يعني ان انا اخش في جدال، او ان احنا نخش نرد على بعض. دول كل واحد وليه احترامه، ودول كباتن من النادي الاهلي ولعبت معاهم، هنفضل طول عمرنا يعني نساند بعض ونساعد بعض. وانا بالنسبه لي في الشغل المهني انا مركز، ما عنديش مشكله. أكيد النقطه الثانيه، اكيد احنا مش هندخل في الجدال، لكن النهارده النقطه مهمه. اتفضل. فانا الشق ده خلاص، الشق بقى الفني. الفني انا في مدير فني اجنبي، وفي لجنه مكونه من 5 مدربين. مين الكابتن؟ عمرو انور، عمرو انور، كابتن ياسر رضوان، كابتن محمد شرف، كابتن شريف عفضيل، كابتن سيد غريب، ورئيس اللجنه دي المدير الفني. هم اللي بيختاروا مين اللي يقعد ومين اللي ما يقعدش. انا شغلي داري، ماليش دعوه بالشغل، ما بتدخلش في الشغل الفني، ولا بقول لهم ده يقعد ولا ده يمشي ولا ده كويس ولا ده وحش. هم مسؤولين، انا جايب كل الاسماء دي كلها عشان تشتغل فني، عشان ان انا اوفر لها كل السبل اللي هي تشتغل، وان هي تبقى شغاله بشكل كويس جدا، ما فيش حاجه ناقصاهم، ما فيش ادوات ناقصاهم، ما فيش حاجه هم محتاجينها جوه الشغل. انا مش مفروض يعني. اذا النهارده الكابتن خالد بيبو ليس مسؤول عن رحيل ابناء الكابتن هشام حنفي وايضا ابن الكابتن محمد عماره، في لجنة فنية هي المختصة، هي اللي بتختار اللاعبين، وهي اللي بتمشي، وهي اللي بتقعد. هو المدير الفني الأجنبي، احنا جايبين مدير فني أجنبي عشان يقيم مجموعة اللعيبة اللي موجودين جوه النادي، وعاملين لجنة عشان كل واحد. على فكرة اللجنة دي موجودة في الفرق المسابقات، وموجودة في فرق البراعم. وموجودة في حراس المرمى. كل حاجة، احنا ما فيش واحد لوحده يقدر يقول مشي أو ما تمشيش. هي لجنة، مجموعة لجان، هي إعادة تقييم مجموعة اللعيبة اللي موجودين جوه القطاع بعيون مختلفة. يعني طبيعي جدا ان انت جايب ناس مش شافتش الولاد، يعني ما فيش بينهم يعني زي ما بقول ايه، ود وحب قبل كده، وكان مرنوهم لفترات طويلة. لا، انا جايب مجموعة من المدربين المحترفين، ومن خلال كمان تقارير طبعا كان الكابتن موجود قبل كده عدها من المديرين الفنيين اللي كانوا موجودين، وشفنا المجموعه من اللعيبه تاني، وشفنا قدام فرصه واثنين وثلاثه. النقطه الاخيره عشان يعني ننهي الجدل، النقطه دي في نقطه مهمه جدا. المسؤول الفني عن القطاع الناشئين هو المدير الفني. يبقى اذا النهارده خلاصه الكلام بالكابتن خالد بيبو، المسؤول الاول والاخير عن بقاء اللاعبين او رحيلهم هو المدير الفني الاجنبي.